نستلهم القرآن نورا إلى القلب يسير بالإنسان لمنهج الرب للصبر والإيمان للعلم والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المشاهدون والمشاهدات نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من هذه الحلقات التي نقف فيها على مواضيع مهمة تهم كل واحد منا. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى وتوفيقه نتحدث عن خلق عظيم يحبه الناس جميعا، وجاء الإسلام فدعانا إليه وأمرنا به ورغبنا فيه، فكان من مكارم الأخلاق التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتممها، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. الموضوع الذي نتناوله في هذا اللقاء هو الكرم، وقد دعانا الله تبارك وتعالى إلى الكرم في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، وعاب الله تبارك وتعالى على قوم نزل بهم ضيف فلم يكرموه ولم يقوموا بحقه، فقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا خبر موسى عليه السلام مع العبد الصالح: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والمعنى أن موسى عليه السلام أخذ في نفسه من هؤلاء القوم، ولذلك قال للعبد الصالح: هؤلاء لا يستحقون أن يقوم أحد لهم بعمل من غير مقابل، كان ينبغي لنا أن نأخذ منهم أجرا لعدم استحقاقهم. فالكرم أمر عظيم وموضوع كبير. كل المدى في روحنا وقلبنا معناه قد توردا، قرآننا نور الهدى يشع في كل المدى. النبي صلى الله عليه وسلم أيها المشاهدون والمشاهدات يجسد لنا صورا عظمى من هذا الخلق النبيل، وهو خلق الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في كل شيء، لقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم قلوبا بكرمه، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم من كان على دينه ومن لم يكن على دينه بسبب تعاملاته صلى الله عليه وسلم. ومن تلك التعاملات العظمى التي كانت سبباً في أسر القلوب كرمه صلى الله عليه وسلم، وصدق ربنا جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إن الله يحب المتوكلين. قصة صفوان بن أمية فيها أثر بالغ على القلوب، نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الرجل وهو صفوان. صفوان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس كرها إلى قلبه، لأنه لم يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب. نعم، عندما طاع
طلب صفوان العفو من النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنظرني شهرين فإما أن أختار الإسلام وإما أن لا أختار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعطيك 4 أشهر. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الرجل رجلا مسلما ولكن كان يرى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتابع حركاته، كان يتابع سكناته، كان يتابع أقواله، كان يتابع أفعاله، فيتجلى له النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر له عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وكان بعض ذلك المال موجودا ومحصورا بين جبلين، فهناك شاء وهناك بقر وهناك إبل كانت محصورة بين جبلين، وكان صفوان جالسا قرب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ينظر إلى هذه الرؤوس الكثيرة من الإبل والشياه والأبقار وهو يقول في نفسه أكل هذا لمحمد؟ لقد أصبح ملك محمد عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما في عينيه ويرى حاجته ورغبته في هذا المال. وللنفس حاجات وفيك فطانة سكوتي عنها شارة ودليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صفوان كأنك تريدها. هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان نزل على صفوان نزولا صعبا. ماذا يقول لي محمد؟ يقول أتريدها؟ من يعطي هذا المال لشخص؟ أي شخص هذا الذي يعطي هذا المال لشخص ويهبه لشخص؟ ولذلك كان هذا الأمر عظيما على قلب صفوان. فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم نعم أريدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي لك. لم يمض شهر ولم يمض شهران ولم تمض 3 أشهر ولم تمض 4 أشهر عندما رأى هذا الموقف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لا يعطي مثل هذا العطاء إلا نبي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، والقرآن يقول لنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على خطى القرآن وحبه جئنا من نبعه الصافي طهرا توضأنا على موائده إنا تجمعنا من محكم خلق الكرم. خلق محبوب إلى كل نفس، خلق يحبه الصغار وخلق يحبه الكبار وخلق يحبه الرجال وخلق تحبه النساء. ولذلك من لم يتخلق بهذا الخلق كان معيبا عند الناس، كان معيبا عند الناس. والله تبارك وتعالى لا يحب البخلاء، فالإنسان عليه أن يكون من المنفقين وعليه أن يكون من الكرماء حتى يكون داخلا في قائمة من أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ممن ينفقون أموالهم في سبيل الله. ومع هذا وذاك أيها المشاهدون والمشاهدات نجد أن الله تبارك وتعالى يعدنا بالإخلاف، وعدنا الله تبارك وتعالى بالإخلاف وحث الله تبارك وتعالى على الإنفاق في أكثر من 80 موضعا من كتاب الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع واحد
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فما لنا نترك كلام الله تبارك وتعالى ونتبع وعد الشيطان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ فلنكن أو فلنسر في نفس النهج الذي سار فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكون معه وجيرانا له في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإلى لقاء جديد مع خبر وخلق جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا هدي مدى.